هذا سائل يقول: ما حكم المحتقن للبول وهو به مرض السكر في أثناء الصلاة؟ هل يعيد الصلاة أم يواصل صلاته؟ يكره أن الإنسان يصلي وهو يدافع أحد الأخبثين، البول أو الغائط. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الواجب أنه يتفرغ من البول والغائط قبل الصلاة ويتوضأ لأجل أنه يطمئن في صلاته. وإذا كان صلى وهو منحبس في البول ويدافع البول لكن ما خرج منه شيء، صلاته صحيحة لكن مع الإثم، صلاته صحيحة لكن مع الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين البول أو الغائط. صلاته صحيحة، وإن كان خرج منه شيء أثناء الصلاة الوضوء يبطل ولا بد من إعادة الصلاة. نعم.